السلام عليكم. احنا دابا احنا راه شحال من شهرين وحنا حدا المقاطعات كنتساراو ببراركنا وريولينا وبمحالاتنا كنا مضلين فيهم على الشمس وكل شيء. ملي جابونا جابونا عطاونا هنايا ولا كان الشمس علينا. كنطلبوا من السلطات الله يرحم ليها الوالدين يديروا معنا شي حل اللي يغطونا على الشمس. ما بغينا حتى حاجه يغطونا على الشمس والحمد لله وصافي بهذا الشيء اللي كاين. ولا كانت الشتا راه حنا مكرفصين وكانت الشمس مكرفصين بجوج. الشتا مكرفصين والشمس ولا جات عشي برد راه كلشي الحوايج كيطيروا. كلشي هذا الشيء اللي كتشوفوه راه كيطيروا لنا البرد. نعودوا تابعين الباراسول كيطيروا البرد وحنا كنطلبوا منهم يشوفوا فينا ويحنوا علينا يغطوا لنا هذا الشيء يغطونا على الشمس باش ما نبقاش فينا الشمس والشتا فينا والشمس فينا. هذا الشيء اللي كنقولوا لهم وصافي. السوق في الحقيقه كنا مكسيين منه واكلين وشاربين هذا شويه. تصور ديك 400 لا دخلتي ديك 400 كنشوف فرحانين بها. كاين نهار 100 ريال كاين نهار اللي ما كاينش كاع. كاين يومين اللي ما كتصور فيها ريال. كاين نهار اللي 100 ريال كنصوروا ديك 100 والنهار اللي عندنا مزيان كنصوروا فيه ديك 500 400 وكنقولوا زعما نصبروا من هنا لقدام راه غتقاد الوقت كلشي غيتصاوب وكلشي غيزيان. هادشي اللي كنقولوا بنادم صابر وصافي. واني ماشي بحال سوقنا. سوقنا تبارك الله كاننا خدامين فيه الحمد لله. والله كنا واكلين وشاربين وكاسين وليداتنا واكلين وشاربين فيه مزيان ولا مرضنا نلقاو باش نشرو الدواء وباش ندوزو وباش. وهنايا راه باقى الوقت عيانه هنا الوقت عيانه والحمد لله على كل حال. السلام عليكم. اولا قبل كل شيء حنا الحمد لله استفدنا من الناس الخياطه اللي كنا في السوق ديال الشنقيط. جاتنا استفاده استفدنا عطاونا في هذه البلاصه هذه بقى عريانه يعني راه كاين الشمس كاين البرد كاين الشتاء كاين كل شيء. ذاك النهار جاتنا الشتاء ودخلنا لداخل ولكن دخلنا للبلايص ديالهم ماليهم قعدنا فيهم حتى حيدت الشتاء وعاودنا رجعنا. اليوم حنا كنطالبوا من هاد المسؤولين الله يجازيهم بخير يديروا لنا الكيبيات عا باش نضرقوا على الشتاء. هاد الشيء اللي كنطالبوا هذه هي الضرر اللي عندنا لان الشتاء لان الشمس في هذه الوقيته قاصحه. حنا الحمد لله استفدنا الله يجازيهم بخير كنشكروهم من هاد المنبر. كون من ساهم فينا وهزتنا القرعه واستفدنا كنشكرهم الله يجازيهم بخير. وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى حتى الناس اللي باقيين خياطتهم ما استفدوش حتى هما يشدوا البلايص ديالهم. حاجه وحده اللي كنطلبوا منها وهي نصاوبوا الكيبيات. حنا اتفقنا مع بعضياتنا كنا لديك جيل داخل وطلبنا المسؤولين جابونا هنا عاود زادونا هنا باش ما نبقوش لداخل ما كناش باينين وطلبناهم باش زيدونا هنا الله يجازيهم بخير. واليوم حنا اتفقنا مع بعضياتنا ما درنا لا قرعه لا حتى شي حاجه لان حنا متفقين. حنا 16 خياطه هنا متفقين مع بعضياتنا. دوك النوامر اللي كانوا الاولين اللي تهزوا في العماله هما هادو. حتى مره ما غيرناها من بلاصتها كل بقينا هكا بالتتابع كي كنا كل الارقام اللي تهزينا كل الارقام اللي تحطينا فيهم. السلام عليكم. انا حسنيه الدكالي كنت في السوق ديال شنقيط واستفدنا هنايا في هذا السوق النموذجي. وحنا كنشكروا المسؤولين اللي قادوا لنا هاد البلايص عطاونا هاد البلايص زوينين وحنايا فرحانين بهم الحمد لله. وخا عندنا يا الشمس وعندنا يا البرد ولكن كنطالبوا باش يديروا لنا شي كيبي هنايا على الشمس. كاين البرد وكاين الشمس وكاين العجاج بغينا شي كيبي دار لنا هنايا على الشمس وغادي نفرقوا ان شاء الله بيناتنا. وحنا فاهمين بيناتنا حنايا الخياطات وكنتمناو الخير للجميع وكنشكروا سيدنا الله يخليه لينا وكنشكروا المسؤولين اللي وقفوا على هذا الشيء وقادوا لنا هاد البلايصات وكنشكرهم بزاف 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 والحمد لله. اللهم لك الحمد. حنا فرحانين بهاد البلايصات اللي عطاونا. حنا بغينا غير نضلوا على الشمس. هادشي اللي طالبين يدير لنا كيبي الفوق على الشمس. هادشي اللي طالبين والحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يرحم الوالدين. والحركه راه الحمد لله راه كلها رزقه كلها رزقه كيجي حتى العده. حنا غير ملي شدينا البلايصه الحمد لله عليها. اللهم لك الحمد. وكنتمناو هاد الدريات الخياطات اللي باقين على برا كنتمناو لهم حتى هما يا بلايصات وبغيناهم حتى هما يدخلوا حدانا لان حتى هما محتاجين الخدمه ولا الفراشه ولا موالي الماعن ولا الصياغه وكلهم ولا موالي البال باش السوق تقاد عندنا والسوق يولي عندنا مزيان وتولي الناس تجي تقدم عندو لان السوق شحال من حاجه خاصه. السوق باقي ما مرتبش وباقي الناس بزاف ما داخلينش ليه. السوق الا دخلوا ليه كل شيء اي واحد دخل تقدا غيلقى الحاجه ديالو هنا ماشي يدخل السوق يمشي يقلب عليها في بلاصه اخرى. هادشي اللي باغين باش السوق ديالنا يزيان واللي فيه الرواج والناس تبيع وتشري وكاع الناس تفرح. هادشي اللي بغينا وبغينا الدريه حتى هما يدخلوا لان الناس محتاجه الخدمه والعواشر هادي ولاقي كلشي وليداتهم يقراو والناس الله يحسن العوان. بغينا الخير لينا والجميع. باش توصلوا بجديد صافي ناو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.